هنروح بقى الاستعدادات طبعا. عيد الأضحى المبارك، أيام جميلة كلها سكينة إن شاء الله، تكون أو يكون موسم حج كمان ناجح، وموسم حج خالي من أي صعوبات أو عقبات. بمناسبة بقى الاحتفال بعيد الأضحى، قررت وزارة الداخلية منح النزلاء زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم أو يستكمل منحها بعد انتهاء الأجازة الرسمية للعيد وحتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة. طبعا الزيارة دي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 1445 هجريا، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف طبعا المناسبات، وده أيضا في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. كمان بقى استعدادات الحج، والواحد بيحب يشوف منظر الحجاج وهم رايحين بيت الله الحرام، وإحساس الفرحة والتشوق لزيارة بيت الله الحرام ولقاء حبيبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة دي كمان استقبلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية آخر أفواج حجاج القرعة وسط تيسيرات مقدمة لهم طوال فترة الإقامة. هنشوف مزيد من التفاصيل في التقرير ده، ومن بعدها بقى هنروح مع حضراتكم لزيارة كاميرا 90 دقيقة لكلية طب القوات المسلحة، هذا الصرح العملاق اللي لازم نفخر بيه وبقصة نجاحه. وصل إلى مطار المدينة المنورة آخر أفواج حجاج القرعة، في انتظارهم ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لتسهيل إجراءاتهم. وتحرص البعثة على تنظيم استقبال لضيوف الرحمن بالمطار بالتنسيق مع السلطات السعودية، وفي مقدمة مستقبل الحجاج مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج الذي طمأنهم على الإجراءات التي اتخذتها البعثة للتيسير عليهم لأداء المناسك. وفرت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية خدمة نقل حقائب الحجاج حتى لا يتحملوا مشقة نقلها. مع تجهيز حافلات حديثة لنقلهم إلى فنادق إقامتهم بمحيط الحرم النبوي الشريف. هنا ومع وصول الحجاج إلى فنادق إقامتهم، تم تنظيم حفلات استقبال لهم بالفنادق ليعيشوا أجواء روحانية تسودها السعادة بجوار الرسول الكريم على مدار أيام قبل التوجه إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج. على حج مبروك على أمة محمد. مبسوطين ومرتاحين، يعني مش عايز أوصف لك السعادة اللي الناس فيها كلها. كتر خير الداخلية كلها إن هي واقفة الوقفة دي بصراحة. إشادة كبيرة من حجاج القرعة بكافة الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم بالمدينة المنورة، بخاصة لكبار السن، والتي هيأت لهم الأجواء المناسبة خلال فترة إقامتهم بالمدينة. نحرص في مجموعة المختارة على توفير أفضل الفنادق وتجهيز الغرف من قبل وصول الحجاج لسهولة تسكينهم في الغرف. نشكر السيد الرئيس ونشكر وزارة الداخلية على الخدمات اللي متقدمة لنا والتيسيرات اللي لينا هنا، وأحلى حاجة أن الفندق جنب الحرم وما بنطلب حاجة من حد ما بيتأخرش علينا. تنفرد بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بتقديم خدمة حجز الروضة لحجاجها واصطحابهم للصلاة فيها بالتنسيق مع السلطات السعودية، حيث يتم تنظيم مجموعات تحت إشراف الضباط والضابطات والتوجه بهم إلى الروضة الشريفة. روح
احنا قبل صلاه المغرب وقعدونا صلينا المغرب الاول ودخلنا الروضه بعد المغرب على طول. التعامل مع الحجاج كان جميل جدا في الروضه، بيسمحوا لنا نقعد فتره طويله مش زي اي حد. تستمر التيسيرات والخدمات التي تقدمها بعثه حج القرعه بوزاره الداخليه لحجاجها على مدار الساعه بالمدينه المنوره قبل التوجه الى مكه المكرمه تمهيدا لاداء مناسك الحج.